تتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، وتتميز العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم. المزيد في العرض التالي مع الزميلة ليلى عمر. أهلا بكم. مصر والإمارات علاقة تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971، والذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد. واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ. تمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين الدولتين، وذلك تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية. فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. أما على الصعيد الاقتصادي، فتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5%، مسجلة 576.7 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار. أما على صعيد الاستثمارات، فتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية بمصر نحو 1250 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية، إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. إذن هي علاقات راسخة وقوية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتعكس تكامل المواقف وانسجام التحركات ووحدة المصير والهدف تحقيقا لمصالح شعبي مصر والإمارات. All of us have never dealt with so many shocks at the same time in this time horizon. Talk about resilience of society, it's women that are going to be the critical determining factor of success.